فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول بأنه كان يعمل في الجيش، وكان هناك حرب لمدة 7 سنوات، وفي هذه المدة 7 سنوات كانوا لا يصومون رمضان، وكانوا يمنعونهم من الصيام ويأمرونهم بالإفطار. سؤاله: ماذا علي الآن، علما أنني كنت جاهلا وتركت الصيام خوفا ممن هو أعلى مني؟ تقضي على كل حال، تقضي الصيام لأنه باقي في ذمتك فتقضيه، الله يعينك. وأما مسألة الإفطار للقتال، إذا حاصر البلد عدو، حاصر البلد عدو واضطروا إلى القتال يفطرون، لأن هذا يقويهم على القتال. نعم.